السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي وطلابي الأعزاء. أهلا بكم in Chemistry Academy for introducing Chemistry Principal Lectures. إن شاء الله we are keep going solving the past exams. إن شاء الله today it will be lecture revision number 7. إن شاء الله I'm going to solve the questions which we haven't solved before, I think. يعني ان شاء الله نعرج على بعض الاسئله اللي ما تطرقناش ليها سابقا باذن الله تعالى. خليني ابدا معاكم بمشاركه الفايل باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم النهارده ان شاء الله هيكون المراجعه رقم 7 او ليكتشر رقم 7، وان شاء الله اي ثينك ان شاء الله دي هتكون يعني اللاست ريفيجن. وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله هحاول اعدي على الاسئله اللي ما تطرقناش ليها زي ما قلت لحضراتكم. تمام؟ اوكي، خليني اروح للفايل. اوكي، ان شاء الله محاضره اليوم اي ثينك ان هي ما تكونش طويله زي ما لان جاست هعدي على اسئله اللي هي ممكن بتكون 5 اسئله مرتبطين ببعض، بديك معلومه في الاول وبطلب منك انسول. خليني اروح زي ما قلت لحضراتكم أنا الأسئلة بتاع النهاردة زي ما قلت لحضراتكم جاست إن أنا مختارها بطريقة معينة بحيث زي ما قلت لحضراتكم كده. بسم الله. هنا زي ما قلت لحضرتك المولوكلر ويت، أوكي، إن أتوميك ماس يونت بتضرب 2 في الأتوميك ويت بتاع الفلورين زائد الأتوميك ويت بتاع بتاع الكريبتون ويديك المولوكلر ويت. لو عايز النسبة بتاع الكريبتون ده سؤال معتمد عليه، أوكي، كنت ممكن أجيبهم في سؤالين بس أحط في الأول كده حاجة عن المركب ده، أو consider the following مثلا compound calculate its molecular weight and calculate the krypton percent and so on. فلما تيجي تجيب النسبة المئوية للكريبتون، اوكي، جاست اللي هو الاتوميك ويت بتاع الكريبتون على على المولوكولار ويت، ولازم نضرب هنا في كام في 100، ولازم نضرب في 100. اوكي، هتلاقيني انا معلم على الاسئله اللي انا عايز اقولها لحضراتكم. اوكي، سؤال مثلا زي ده بقول which one of the following value is not allowed or not acceptable for the magnetic quantum number. بفكر حضراتكم بس ان الماجنتيك كوانتم نمبر يعطى بالام ال اللي هي قيمه الام ال، وقيم الام ال دي بتعتمد على قيمه ال ال. القيم المتاحه بتكون من من البلس ال لغايه الصفر، وبمشي لغايه الناقص ال. اوكي، عدد القيم دي اوكي يعطى بالقانون 2 ال زائد 1. يعني اوكي، هنا انا بسالك على الدي شيل، الدي شيل قيمه ال ال بتاعته بكام؟ ب2. يبقى المفروض 2 في 2 زائد 1 يديك 5، يبقى 5 اوربيتالز موجودين في في الدي سب شيل. القيم المتاحه من موجب 2، لان قيمه ال ال بتساوي 2، يبقى القيم المتاحه من موجب 2 لغايه ناقص 2 والقيم اللي ما بينهم. انا بقول لحضرتك اي قيمه خارج الخمس قيم دول يبقى ده ان اكسبتابل على طول، ان ان اكسبتابل. فالاجابه هنا بي، فالاجابه هنا بي. سؤال زي ده which one of the following sets of orbital can hold a maximum of 6 الكترون. اوكي، احنا عندنا كام نوع من السب شيلز اللي احنا تعرضنا ليهم؟ 4. اوكي، انت عندك المستويات الاساسيه من 1 كام لغايه 7، وعندك كل مستوى اساسي فيه مستويات تحت الفرعيه او مستويات فرعيه، اوكي، تحت المستوى الاساسي.
عندنا ايه اربع سب ليفلز اللي هو ايه الاس والبي والدي والاف. اوكي معايا يا شباب؟ اوكي لو عايز احسب عدد الاوربيتالز في كل سب شيل قلنا عدد الاوربيتالز تعطى بالقانون 2 ال زائد كام زائد 1. قيمه ال للاس هنا بكام؟ بزيرو. اوكي يبقى 2 في 0 زائد 1 يديك اوربيتال 1 هنا. واي اوربيتال بيشيل الماكسيمم نمبر في الكترون ان 1 اوربيتال 2 فقط لا غير. يبقى الاس بيشيل 2. اما تيجي للبي، البي قيمه ال بكام؟ ب 1. 2 في 1 ب 2 زائد 1 يديك 3. يبقى عندك 3 ايه؟ 3 اوربيتالز في السب شيل بي. يشيل ماكسيمم نمبر في الكترون في البي كام؟ 2 و2 و2 يبقى 6. اوكي؟ اوكي يبقى 6. المفروض الاجابه هنا هتكون اللي هو ايه؟ بي اوربيتال وريفر 2 اور 3 اور 4 بي اتس اوكي. تعالى خلينا اقول لك الدي بيشيل كام الكترون؟ الدي ال ال بتاع الدي بكام؟ ب 2. 2 في 2 بكام؟ 4 زائد 1 يديك 5 ايه؟ 5 5 اوربيتالز، وكل اوربيتال بيشيل 2 يبقى 2 في 5 بكام؟ ب 10. يعني ممكن اغير لك السته دي واخليها 10 او اخليها 2 يبقى اس. اوكي اخليها 10 يبقى دي، اخليها 14 يبقى اف. ال 14 دول جم منين يا شباب؟ تعال نشوف قيمه ال ال بتاع الاف بكام يا شباب؟ ب 3. يبقى 2 في 3 ب 6 زائد 1 يبقى عندك 7 ايه؟ اوربيتالز في المستوى السبشيل اف. 7 في 2 بكام؟ ب 14. اوكي 7 في 2 ب 14. معايا يا شباب؟ كلام كويس. تعال نشوف المثال ده. اوكي احنا تطرقنا ليه بس انا عايز اركز عليه، ان انا بسالك على قارن اللاتس انرجي بتاع الايونيك كومباوند ببعضه. اوكي علشان تقدر تجاوب السؤال ده لازم تكون حاضر في ذهنك القانون اللاتس انرجي تعطى بالقانون الكي ده ثابت حاصل ضرب التشارجز كيو 1 في كيو 2 على الديستانس ما بين التو تشارجز. اوكي ذاتس جريت. يبقى الانرجي دي بتتناسب عكسيا مع المسافه او مع السايز، تقدر تقول مع السايز اتس اوكي، وتتناسب طرديا مع قيم الشحنات. يعني لما تكون بتقارن شحنات مختلفه زي مثلا زي الليثيوم او خلينا في الصوديوم، الصوديوم كلورايد وممكن ايه الكالسيوم كلورايد وممكن الفيريك كلورايد. اوكي مثلا فهنا الشحنات، الشحنه هنا موجب 1 وسالب 1، هنا في موجب 2. اوكي؟ هنا بلس 3. اوكي؟ وخلينا اقولها في مثال احسن من كده، اما اجي اقول ايه يا ربي؟ مثلا اوكي اتس اوكي، كيب ات ان ذات واي. فهنا الشحنات بتزيد. فاتوقع ان اللاتس انرجي، اللاتس انرجي بتزيد. اوكي فاللاتس انرجي بتزيد في الاتجاه ده. طب لما تيجي تقارن نفس الشحنات مثلا زي الليثيوم كلورايد، الصوديوم كلورايد، اوكي البوتاسيوم كلورايد، السيزيوم كلورايد، الشحنات هنا كلها موجب واحد وناقص واحد، فهنا هعتمد على ايه؟ السايز. فانت الكلورايد ده ثابت، اللي بيتغير معاك الالكالي ميتالز اللي هي بتبدا بالليثيوم وتحتيها الصوديوم وتحتيها البوتاسيوم والسيزيوم والروبيديوم اند سون. وانت ماشي من توب للداون، انت ماشي من 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 من, من اللهم صل على سيدنا محمد، من اعلى الى اسفل، السايز بينكريس لانك بتضيف مستويات طاقه كامله. اوكي فقال لهم في الانرجي، سوري قال لهم في السايز اللي هو الليثيوم، فتتوقع ان الليثيوم اكبر ايه؟ لاتس انرجي من الصوديوم من البوتاسيوم من السيزيوم. اوكي فهنا بسالك على الهايست لاتس انرجي. الواضح هنا اوكي ان انا بقارن شحنات مختلفه، دي موجب واحد هنا وهنا، فدول هيتم استبعادهم، فالمقارنه هتكون ما بين الاثنين دول، الكالسيوم بموجب 2 والحديد سوري والاكسجين ناقص 2، المغنيسيوم موجب 2 والاكسجين ناقص 2. الاكسجين ثابت، فبالتالي هتقارن ما بين المغنيسيوم والكالسيوم، العنصرين دول في مجموعه ايه؟
الالكالين ايرثز ميتال، اللي هي بتبدا بايه؟ بالمغنيسيوم 12، تحتها الكالسيوم 20، وبعد كده اي ثينك الباريوم بعد كده اند سول. معايا يا شباب؟ فايهما وانت ماشي من اعلى لاسفل السايز بيزيد، ايهما اقل في السايز؟ المغنيسيوم. فتتوقع ان الايه؟ ان الاختيار ايه؟ هو الهايست. فالاختيار هنا رقم ايه؟ الاختيار هنا رقم ايه؟ رقم ايه؟ معايا يا شباب؟ اوكي. السؤال ده برضو اوكي ما تطرقناش لي بكثره. وات ذا بوند انجل في الميه؟ والميه اوكي، خليك انا هقارن هنا بقى ثلاث جزيئات اوكي، عشان بس ايه تبقى فاهم الامور ماشيه ازاي. خليك في الميثين، وروح من الميثين للامونيا، وروح من الامونيا ايه للميه. لما تيجي تعد الالكترون دومين جيومتري هنا في الاربعه دول، الالكترون دومين جيومتري اربعه، اصل الاربعه ده اللي هو ايه؟ التتراهيدرال. التتراهيدرال لما يكونوا كلهم بوندنج. طب لو عندك واحد في لون بير نون بوندنج، فبياخد الشكل اللي هو تراجونال بيراميدال زي ما قلت لحضرتك، اللي هو الامونيا. نوع التهجين بقى في الثلاثه دول ايه؟ لما تيجي تحسب التهجين بتعد السنجل بوندس زي ما قلت لحضرتك، وبتعد كمان النمبر اوف لون بيرز، لان اللون بيرز محتاجه هايبريد اوربيتال. فهنا عندك اربعه سنجل، يبقى واحد من الاس وثلاثه ايه؟ من البي، اس بي 3. هنا ثلاثه سنجل ولون بير يبقى اربعه، برضه يبقى اس بي 3. نفس الكلام الماي. اوكي؟ الزاويه بقى، الزاويه لما يكونوا كلهم بوندنج 109.5. اما تستبدل لون بير، اللون بير ده السايز بتاعه اكبر من البوندنج بيرز، فبالتالي ريبالشن نتيجه النون بوندنج بير ده بتكون كبيره. فبيضغط على الزوايا دي ويقللها من 100 وكام و9، يخليها كام يا ربي؟ تقريبا 107 اي ثينك. فالزاويه هنا 107 او اقل من 109. اما تروح للميه بتستبدل كمان بوندنج بير بايه؟ بلون بير تاني، يبقى عندك اثنين نون بوندنج بيرز اللي هم حجمهم كبير عن البوندنج بيرز، فبالتالي الريبولشن بيزيد. فبالتالي الزاويه دي تقل، بدل 109 و107 تبقى 104 ونص. 104 وكام ونص. هنا نسهل عليك الامور وبقول لك يا ترى هي اكبر ولا اقل من 109، فهي على طول ايه؟ اقل. وممكن اجيب لك ب 104 ونص تختارها. اوكي يا شباب؟ معايا؟ ممتاز ممتاز. السؤال ده زي ما قلت لحضرتك مهم خالص. يهمني برضو في الريزونانس ايه اللي بيحصل له شيفتنج البوندنج، اللي هي البوندنج بيرز، وخصوصا الباي بوندنج اللي هي الرابطه ايه؟ الرابطه الباي. فاللي بيحصل شيفت ليه هنا؟ اللي هي ايه؟ البوندز او الباي بوندز. اوكي؟ الاختيار هنا سي زي ما قلت لحضرتك. تعالى ده حليناه ديتيلز اخر مره، اللي هو السؤال ده. انا معلم على بعض الاسئله. اوكي. السؤال ده كويس، يعني ده نوع التهجين. هنا بتكلم على الميثين زي ما قلت لك عامل 4، يبقى اس بي 3 على طول. الاجابه هنا ايه؟ اس بي 3. معايا؟ اس بي 3 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم سي. معايا يا شباب؟ تعال بقى نشوف، تعال ناخد مثال يعني افكرك بكل التهجين. الاس بي لما تيجي مركب زي ايه؟ زي الكربون دايوكسيد، هتلاقي المركب ده السنترال اتوم الكربونه بتبقى كده. فنوع التهجين هنا عدد الروابط السيجما فين؟ واحد اثنين، يبقى اثنين فقط لا غير. يا ترى في اي لون بير على الكربون؟ لا. يبقى الالكترون دومين جيومتري اثنين اثنين. اوكي؟ يبقى ايه؟ يبقى المركب لينير. خلاص؟ عايزين نعرف التهجين بتاع الايه؟ بتاع السنترال اتوم. قلت لحضرتك بتعد السيجما بوندس فقط، وتعد لون بيرز لو موجوده. فعندك اثنين، فانت محتاجه هايبرد، تو هايبرد اوربيتال، واحد من الاس واحد من البي. فالتهجين ده لما بتكون الزاويه 180. معايا؟ كويس. تعال بقى لما تروح للبورون ترايفلورايد بي اف 3، السنترال اتوم بالشكل اللي قدامك، وده ليس اوكتيد باي ذا واي بالمناسبه، تمام؟ فنوع التهجين في الرابطه في الاتوم السنتر، الذره المركزيه بتعد السنجل سيجما بونس، يبقى ثلاثه، يبقى واحد من الاس واثنين من البي، يبقى اس بي كام؟ اس بي 2. تمام؟ الشكل ده بنسميه
ترايجونال بلانر اللي هو المثلث اللي هو زي ما انت شايفه ده. اوكي الزاويه هنا كام؟ 120. الزاويه كام؟ 120. يبقى ده اس بي 2. اس بي 3 اللي هو الميثين. اوكي تعالى بقى تروح لما تروح لايه؟ للزينون مثلا هيكسا فلورايد. هيكسا فلورايد اوكي او ايرن هيكسا فلورايد تمام. فتلاقي هنا ايه؟ هتلاقي الذره المركزيه حواليها ايه؟ حواليها 6 سنجل ايه؟ سنجل بوندز. فانت محتاج 6 هايبرد اوربيتال، يبقى واحد من الاس وثلاثة من البي، يبقى كده اربعه، محتاج اثنين كمان تاخدهم من ايه؟ من الدي. يبقى اس بي 3 دي 2 اللي قدامك ده تمام؟ اللي قدام حضرتك ده. اما تيجي تاخد مثال زي الفوسفورس بنتا كلورايد تمام، هتلاقي الفوسفورس مكون خمسه، الثلاثه اللي هم الاكواتوريال والاثنين الاكزيال. يبقى محتاج كم هايبرد اوربيتال؟ واحد اثنين ثلاثه خمسه، واحد من الاس وثلاثه من البي، يبقى اربعه، ومحتاج واحد من الدي تمام. الزوايا هنا زي ما حضرتك عارف ما بين ده وده اللي هي 90، ما بين الاكواتوريال دول 120، ما بين الاكزيال والاكزيال ده 180. اوكي يبقى كده راجعت مع حضرتك الهايبريدايزيشن ان ديتيلز. تعال نشوف مثال تاني. اوكي انا زي ما قلت لحضرتك انا ماشي يعني عرجت على كل الاسئله وشفت الاسئله اللي ما تطرقناش لها ان ديتيلز وبحاول اغطيها لحضرتك. اوكي تعال نشوف المثال اللي قدامك ده. السؤال ده كويس وممكن يعني ايه يلخنك شويه، بس ان شاء الله ما فيش مشكله، مش يعني ان شاء الله هتحله بكل بساطه. بقول which one of the following best described the chemical solution. اوكي يعني هو ويرد شويه بس اوكي سهل جدا. السولوشنز اللي انت بتستخدمها في التفاعلات الكيميائيه غالبا علشان يحصل كونتاكت ما بين الرياكتنت لازم أن تكون، وخصوصا لما تيجي تتكلم في المحلول لازم أن تكون ذائبه. ذائبه يعني ايه يا شباب؟ يعني عندك محلول كلير، يعني عندك محلول وان لير زي السكر في الميه زي الملح في الميه. فالكيميكال سولوشن ده ما هو الا هوموجينيوس ايه؟ هوموجينيوس ميكتشر. ما هو الا هوموجينيوس ميكتشر. اوكي كلامي واضح اهو. اما تيجي برضو خد بالك ما بين الاكستنسيف بروبرتس والانتنسيف بروبرتس. اوكي احنا قلنا ممكن نقسم المطر بناء على الاكستنسيف بروبرتس والانتنسيف، او الكيميكال بروبرتس والفيزيكال بروبرتس. هنا انا بسالك في الحقيقه السؤال ده سؤال ما بين اكستنسيف وانتنسيف. الانتنسيف اللي هي لا تعتمد على الكمية، على ايه؟ الكمية. زي مثلا درجة الغلي، لو عندك 1 جرام من المية وجيت تغليه هيغلي عند 100 درجة سيليزيوس. لو عندك 10 أس 3 جرام، 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام من المية وتيجي تغليه برضو هيغلي عند 100 درجة. فالبويلنج بوينت هنا ما هي إلا ايه؟ انتنسيف بروبرتي تمام. تعال بقى يا ترى الطاقه الموجوده في الكيلو جرام هي نفس الطاقه الموجوده في الواحد جرام؟ لا طبعا. او الوزن، الوزن هنا 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام، وهنا 1 جرام تمام معايا. الطاقه هنا بتختلف، فالطاقه هنا بقول عليها ايه؟ انتنسيف بروبرتي، بتعتمد على ايه؟ على الكميه. اوكي كلام جميل. السؤال ده برضو اكيد هيجي لك زي which one of the following atom has 52 protons. علشان تحسب البروتونز اوكي انا علمت حضرتك تكتب العنصر وليكن اكس فوق، هنا ممكن نقول اللي هو السوبر سكريبت وفي سب سكريبت. السب سكريبت اللي هو الزد تمام، اللي هو الاتوميك نمبر اللي هو عدد الالكترونات اللي بيساوي ايه؟ برضو ايه؟ عدد البروتونات تمام. العدد اللي فوق ده عباره عن حاجتين، النيوترونات
زائد البروتونات. اوكي، عدد البروتونات والالكترونات ده ثابت ما بيتغيرش. فانت معاك الجدول الدوري، اوكي، ممكن يكون معاك نسخه هارد كوبي، واحنا ان شاء الله هديك لينك فيه اللي هو ايه السوفت كوبي، تفتح البريودك تيب فتبص في الجدول الدوري هتشوف مين اللي هو 52 الكترون، تمام، او 52 بروتون. هتلاقيه بقى مين؟ هتلاقيه تيلينيوم اللي هو تي اي اللي قدام حضرتك ده، اوكي، 52 اللي هو التيلينيوم، تمام، ده البروتونز اللي هو الالكترونات. معايا يا شباب؟ اوكي، which one of the following is most likely lost electrons؟ عايزك تركز ايه اللي بيحصل له loss of electrons و gaining of electrons. اوكي، اللي هي بتفقد الالكترونات ببساطه اللي هي الفلزات، اوكي، واللي بتكتسب الالكترونات اللي هي اللا فلزات، دي اللي هي الميتالز ودي النون ميتالز. النون ميتالز اللي موجوده في، لو ده الجدول الدوري اللي موجوده في الجنب اللي هنا في ايه، في التوب كورنر كده، توب رايت كورنر. انما اللي موجودين في الليفت الليفت هنا دول او يعني دول اللي هو ايه الميتالز. فاللي بيفقد الكترونات الميتالز ويديك نيجاتيف ويديك بوزيتيف كاتاين اللي هو الميتالز. لو بصيت هنا هتلاقي كله نون ميتالز ما عدا السيزيوم، يعني ده نون ميتال، ده نون ميتال، ده نون ميتال، السيزيوم هو الوحيد اللي ميتال، فده اللي بيفقد ايه الكترونات. ممكن استبدل الكلام ده اقول لك ايه جين الكترونز. لو قلت لك جين، اوكي، هخلي لك الفلورين مثلا واستبدل لك ده بالصوديوم واستبدل لك ده كمان بايه بالكالسيوم مثلا. فانت هتروح تختار الفلورين اللي هو بيكتسب الالكترونات. اوكي، معايا يا شباب؟ اوكي، ذاتس جريت. المساله دي لما اسالك على الكوفيشنت هي من الدرجه من الوهله الاولى، دي مساله بالانسنج ايكويشن، يعني ايه وزن المعادله. فانت اوكي ما تتخضش، اوزن المعادله. بس توزنها ازاي؟ اول حاجه لما شوف السنترال اتوم، الكالسيوم طالع فين، داخل فين وطالع فين، داخل بواحد وطالع بواحد، اوكي، متهيألي مش هحتاج له حاجه تاني. تعال نشوف بقى برضو الحاجات اللي ليها مصدر واحد ان ومصدر واحد اوت. هتلاقيها عندك هنا الاكسجين فقط لا غير. الاكسجين هنا طالع بكام؟ طالما انت مش هتضرب كوفيش، طالع هنا باثنين، طالع هنا باثنين وداخل بواحد، فلازم الايه دي تكون اثنين. اوكي، لازم تتاكد ان بقيه الحاجات موزونه. ايه الحاجه عندك اللي لسه؟ يبقى وزننا الكالسيوم والاكسجين، فاضل الهيدروجين. لما تضرب دي في اثنين يبقى الهيدروجين داخل باربعه، طالع بكام؟ باثنين هنا واثنين هنا، يبقى زاد ست كده، تمام. فالمعامل هنا ايه اللي هو ايه؟ 2، الاختيار رقم سي. اوكي، السؤال ده اوكي يعني متهيألي ما شفناهش قبل كده، بسال حضرتك وات از ذا ماس ان جرامز اوف 3 مولز من الكلام ده. انا حليته لك، بس كنا بنجيب النمبر اوف مولز، النمبر اوف مولز بيساوي الويت زي ما قلت لحضرتك على المولوكولار ويت. هنا بسالك على الماس، فيساوي عدد المولات في المولوكولار ويت. النمبر اوف مولز هنا كام؟ 3. اوكي، يبقى الويت هنا بيساوي 3 في كام بقى؟ في المولوكولار ويت بتاع الاف 2. هو حد ينسى ويكتبها اف افايه واحده اللي هي مثلا 20، لا 2 في او 19، 2 في 19 يبقى 3 في 2 في 19 يبقى 6 في 20 مثلا ب 120، يبقى اقل من 120، يبقى اللي هي 114. اوكي، معايا يا شباب؟ اوكي، جريت. For which one of the following chemical species الاكسجين have an oxidation number minus 1؟ السؤال ده اول مره نشوف. اوكي، بس انت برضو ما تتخضش. اوكي، الاكسجين ليه اعداد تاكسد في الحقيقه كتيره، او ليه 3 بس. احنا واحنا المشهور عن الاكسجين دائما وابدا ان هو كام؟ ان هو ناقص 2، بس في الحقيقه الاكسجين ممكن تلاقيه ناقص 1 وممكن تلاقيه ناقص نص، اي ثينك. معايا؟ ولو ارتبط بالفلورين يبقى بالموجب، بس احنا المتعارف عنه اللي هو ناقص 2 في كل مركباته زي الميه H2O في كل المركبات، معظم مركباته، تمام. هنا انا بسالك على الاكسديشن نمبر بتاع ايه، بتاع الاكسجين لما يكون ناقص 1. دي الناقص 1 دي اللي هي النورمال اوكسايد، سوري، الناقص 2 دي النورمال اوكسايدز، الناقص 1 دي اللي هي فوق الاكاسيد، الناقص نص دي بنسميها السوبر اوكسايدز. اوكي، يبقى الميه ده الاكاسيد العاديه،
هنا الاكسجين ناقص 2. لما تيجي ال H2O2 اللي هو فوق اكسيد الهيدروجين هنا ناقص 1. اوكي هنا ايه؟ ناقص 1. اوكي يبقى هنا وكمان الصفر طبعا زي ما انت عارف ده في الاليمنتال ستيتس، يبقى ده هنا صفر. اما تيجي تحسب هنا ناقص 2 زي ما هو، هنا برضو ناقص 2 لما تيجي تحسبه. هنا ايه؟ ال H2O2 اللي هو الهيدروجين بروكسيد اللي هو ايه؟ فوق الاكاسيد، عدد تاكسد الهيدروجين الاكسجين كام؟ ناقص 1. خليك فاكر السؤال ده، اعتقد ان هو يعني ما عدناش عليه في المراجعات اللي قبل كده. اوكي. دائما وابدا اسالك يا اما عن ويك اسيد او سترونج اسيد. لو سالتك عن الويك اجيب واحد ويك غالبا هنا اللي هو الاسيتيك اسيد حمض الخليك، والباقي كله هتلاقيه قوي، السلفوريك اسيد والاتش سي ال والاتش ان او 3 ومعاهم كمان الاتش بي ار ده قوي، ومعاهم الاتش سي ال او 4 اللي هو البيركلوريك اسيد ده قوي. اوكي يبقى كده خمسه. ايه كمان؟ اتش سي ال واتش بي ار. اوكي ام نوت شور، ممكن نقول الهيدروجين ايودايد اي ثينك برضه سترونج، انما الضعيف برضه ممكن الاتش اف. اوكي الاتش اف ده ضعيف. اوكي لو انا قلت لك سترونج هجيب لك كلهم ضعيف زي الاتش اف وحمض الخليج، واجيب لك الكربونيك اسيد اتش 2 سي او 2 سي او 3 سوري او اتش 3 بي او 4 كل ده ضعيف. اوكي معايا يا شباب؟ فالاختيار الصح هنا اللي هو الدي الخليج ده اللي هو الضعيف. معايا؟ اوكي. وات از ذا جين اوف الكترون؟ برضه ده سؤال تطرقنا للاكسديشن. وات جاست بسالك على ديفينيشن عامل البروسيس ويتش انفولف جيننج اوف الكترونز اللي هي بتتضمن اكتساب الالكترونات. دي في شابتر الريدوكس اللي هو شابتر 24 مع بعض الريدوكس. اوكي ريدكشن اوكسيديشن. احنا عندنا الاوكسيديشن اللي هي اكتساب الالكترونات، هي سوري الاوكسيديشن فقد الالكترونات، الميتال يتحول لميتال موجب واحد زائد واحد الكترون، دي اوكسيديشن. الاوكسيديشن مستحيل تحصل لوحديها بدون ريدكشن، والعكس برضه صحيح، مستحيل الريدكشن تحصل بدون الاوكسيديشن. انما الريدكشن ان انت بتاخد ايه؟ الاليمنت وجيننج اوف الكترون، دي ريدكشن علشان يديك الاي ماينس، دي بنقول عليها ريدكشن، واللي فوق دي بنقول عليها ايه؟ اوكسيديشن. اوكي الاكسديشن ببساطة زيادة في الشحنة الموجبة. الريدكشن الشحنة بتقل. هنا بسألك على الجيننج اوف الكترون اللي هي اكتساب الالكترونات، دي اللي هي ايه؟ اللي هي الريدكشن. حتى بحد كان ممكن يقول لي طب ممكن تكون الالكترون افينيتي. كلامك نصه صح، ما ينفعش اقول الكترون افينيتي جين اوف الكترونز فقط لغير، لازم انا اقول لك اللي هي ايه؟ البروسيس اللي بتتضمن جيننج اوف الكترون علشان تحول الاليمنتال او في الجيشه سيستم، او مش هقول لك كده، اقول لك الطاقه المنطلقه نتيجه ايه؟ تحويل واحد مول او مش تحويل واحد مول، نتيجه اكتساب الالكترونات عشان في الجيشس ستيت، لازم اقول لك في الجيشس ستيت. انما الاكسديشن ريدكشن ممكن تحصل في الجيشس، وممكن تحصل في السوليد، وممكن تحصل في الليكويد ستيت. اوكي معايا يا شباب؟ ويتش وان اوف ذا فولونج الايرن 3 اوكسايد. اوكي الايرن من العناصر اللي ليها شحنتين، موجب 2 وموجب 3. اما تيجي تبص لده، دي الاجابه الصحيحه باي ذا واي. معايا؟ لما تيجي الاكسجين هنا ناقص 2، 3 في ناقص 2 بناقص 6، وعندك 2 هنا يبقى الاكسجين كام؟ موجب 3. معايا؟ والاكسجين ناقص 2 يعني، بس انا ضربت في 3 فده الصح. لما تيجي تبص هنا عدد تاكسد الحديد موجب 4، ده مش موجود. لما تيجي تبص هنا عدد تاكسد الحديد موجب 6، ده برده مش موجود. ده الايرن 2 ده. ده ايرن 2، فانا بسالك هنا عن الايرن 3، يبقى ايه الاختيار رقم 1. هنا بقول لك هاو ميني كاربون اتومز في 1 مول. هنا بسالك، ما قلتلكش هاو ميني مولز. لما اقول لك هاو ميني مولز، لو قلت لك مولز هنا اوف كاربون، هاو ميني مولز اوف كاربون، يبقى عدد مولز 2. انما انا بسالك على الاتومز، فلازم تضرب الاثنين دي في كام؟
في افوجادروز نمبر، بس انا في البدايه بقول لك في واحد مول من الكلام ده، الواحد مول فيه 2 مول. طب المول الواحد فيه كم اتوم؟ في افوجادروز، يبقى 2، يبقى 1 في 2 في افوجادرو، 2 في 6 بكام؟ ب 12، يبقى تحولها لواحد و2 وتزود الاس 1 يبقى كام؟ يبقى الاجابه هنا اللي هي كام؟ بي. معايا يا شباب؟ اوكي ذاتس جريت، احنا وي ار دوينج فيري ويل. Which one of the following values is not allowed or not acceptable for the magnetic quantum number؟ ده شرحته لك in details. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اوكي. قلت لحضرتك ان انت عندك السب شيلز. اوكي اللي عندك اللي هي الاس والبي والدي والال. القيم بتاع الاس قيمه ال بصفر، بتاع البي بواحد، الدي باتنين، الاف بكام؟ بتلاته. قيم الام ال هنا بتساوي صفر، قيم الام ال من موجب واحد وصفر وناقص واحد، قيم الام ال هنا من موجب اتنين وصفر لناقص كام؟ اتنين. قيم الاف هنا كام؟ موجب تلاته لناقص تلاته. اوكي فانا بقول لك قيمه هنا للاف ان اكسبتبل. الاف قيم الام اللي جواه تاخد من ايه؟ من موجب 3 ناقص 3، يبقى اكيد هتديك قيمه اما اقل من ناقص 3 ناقص 4 مثلا، او اكبر موجب 3 موجب 4، وممكن 5 و6 وغيره. فالاجابه الوحيده اللي عندك هنا اقل من 3 او اقل من ناقص 3 اللي هي كام؟ 4 ناقص 4. فالاجابه هنا ايه؟ اي. اوكي هنا بقول لك اكتب الفول الكترونيك كونفجريشن للتيتانيوم. التيتانيوم انا ما تطرقتش ليه، بس التيتانيوم ده 22 بعد السكنديوم في الترانزيشن سيريز او الفيرست ترانزيشن سيريز اللي هي السلسله الانتقاليه الاولى اللي ايه اللي هي بتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3 دي. وطالما 22 يبقى دي كام؟ 2، يبقى دي كام؟ 2. وطبعا قبليه ال 4 اس كام؟ 2. بس خد بالك هنا، خد بالك هنا، هنا الارجون طبعا ده الكوندنسد، انا هنا بسالك على الفل. فهتبدا بقى من الاول 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. فين الكلام ده بقى يا شباب؟ طبعا طالما بقول لك فل هتستبعد الاثنين دول وانت مغمض، فالاجابه هنا هتكون واحد من الاثنين دول. انا بقول لك الدي فيه 2 والاس فيه 2 في الاخر، طبعا ده ما ينفعش، فالاجابه الصحيحه هنا ايه؟ ايه بتستبعد دي بكل سهوله. فالانسون السؤال ده شرحته لك ان ديتيلز. علشان تحسب عدد الالكترونات لازم أن تكون عارف عدد الاوربيتالز في كل سب شيل. الاس فيه اوربيتال واحد يبقى فيه 2 الكترون، ان نمبر اوف اوربيتالز. البي فيه 3 اوربيتالز يديك كام؟ 6 الكترونز. الدي في كام اوربيتال؟ 5، يبقى كام الكترون؟ 10. الاف في كام اوربيتال؟ 7، 7 في 2 ب 14. اوكي فهنا بقول لك ايه اللي بيشيل 10 الكترونز؟ يبقى اكيد هو الدي. ممكن يكون 3 دي، ممكن يكون 4 دي، ممكن يكون 5 دي. هتلاقيني جايب لك احد الاختيار، واحد من الثلاثه دول، ما ينفعش اجيب اكتر، اجيبهم في اختيارين مختلفين ما ينفعش. اوكي الا اذا جبت لك اختيار في الاخر وقلت لك مثلا اي اند بي، بي اند سي اند سون. فاهم قصدي؟ فالاجابه الصحيحه هنا ايه؟ الدي. معايا يا شباب؟ ممتاز. وي ار دوينج فيري فيري ويل. او السؤال بتاع لاتس انرجي بسالك تاني هنا، طالما الشحنات مختلفة فبتستبعد الشحنات اللي هي الأحادية دي على طول. تبص ليه؟ تبص للشحنات الأكثر. طالما الشحنات هنا، هنا موجب 2 وهنا موجب 2، يبقى أبص للحجم بقى. اللي حجمه صغير اللي هو المغنيسيوم، فالإجابة هنا هتكون إيه؟ الإي. معايا؟ هنا بسألك على البوند أنجل في الميثين، الميثين نوع التهجين اس بي 3. ماشي يا شباب؟ وكلهم بوندنج، يبقى الزاوية 109 وكام؟ ونص. أوكي؟ اللي هي قدامك دي.
104.5 دي بتاع الميه عشان تبقى عارف، اوكي، و107 اللي هي بتاع الامونيا معايا شباب، 120 دي بتاع البورون تراي فلورايد، 180 دي بتاع الكربون دايوكسيد اللي هو اللينير، شايفين يا شباب؟ اوكي، فان شاء الله اموركم تكون تمام باذن الله يوم الامتحان، وتقفلوا كلكم باذن الله. How many electron domain للنيتروجين اتوم اللي هي السنترال اللويس ستراكشر الامونيا؟ شوف الامونيا جت هنا، تعال نحسب لويس ستراكشر. الهيدروجين فيه ثلاثة، يعني فيه واحد في ثلاثة بثلاثة، والنيتروجين خمسة، يبقى عندك 8 الكترونات. عشان توزعهم بتكتب ايه؟ تحط السنترال اتوم كده، والهيدروجين ما فيش حل غير انه يكون في التيرمينال. فانت حطيت من الست ثمانية اللي عندك ستة اللي هم البوندنج بيرز، فيبقى فاضل عندك اثنين بتحطه على السنترال، ده لويس ستراكشر. فلو سألتك على نوع التهجين هنا هتقول لي 1 2 3 4، يبقى اس بي كام؟ اس بي 3. طب لو سألتك عن الانجل هتقول لي الانجل مش 109، او اقل من 109، اقل من 109.5 لو انت مش عارفها بالضبط، اوكي، اللي هي 107. هنا بسألك هاو ميني، بسألك بقى عن الالكترون دومين جيومتري، نمبر اوف الكترون دومينز، بتعد السنجل بوند او السيجما بوندز 1 2 3 اوكي، وكام لون بير؟ 4. يبقى هنا عندك كام الكترون دومين جيومتري؟ 4. ممكن اجيب لك بقى ايه؟ اجيب لك، اقول لك كمان الشكل المولكولار جيومتري بتاع المركب ده. الامونيا مش تترا هيدرال، اللي هي ايه؟ تراجونال بيراميدال، تراجونال بيراميدال. معايا يا شباب؟ فهنا ممكن اقول لك، ممكن اجيب لك اقول لك كونسيدر the following compound، وراح جايب لك الامونيا كده معايا، واسالك عليها بقى كل الاسئله اللي انا قلت لك عليها دي. اقول لك ايه؟ اقول لك اول حاجه how many electron domain، تمام، وممكن اقول لك how many non bonding pairs، تمام، اللي هو واحد، وكم electron domain، والمولكولار جيومتري، والزاويه، والتهجين. معايا يا شباب؟ ممكن اسالك في كل الحاجات دي. الميه والبي اف 3 فعلا ما تطرقناش ليهم، اوكي، بس رسمنا لويس لحاجات كتيره. البريليوم حوالينه 4 4، و2 في 7 ب 14، يبقى كام؟ كله 18. فما قدامكش غير البريليوم تحطه ايه؟ في النص، تمام، والفلورين بتحطه ايه؟ في الاطراف. ووزع التيرمينال، كمل قاعده الثمانيات للاطراف. 2 في 8 بكام؟ دول 18. 2 في 8 بكام؟ ب 16. فاضل عندك كام؟ ضفت انت كام زي ما قلت لك؟ ادي 2، سوري، ضفت 4 اللي هم البوندنج، يبقى فاضل عندك كام؟ 14. من ال 14 ضفت كام؟ 6 و6 12، يبقى ناقص 12، يبقى فاضل عندك انك بتحطه ايه؟ على السنتر اللي عندك، تمام؟ يبقى عملنا لويس. للميه نفس الكلام، احسب للميه 2 زائد 6 يديك 8. اوكي، ما قدامكش غير الهيدروجين في التيرمينال على طول، ومش محتاج اي حاجه تاني. فانت ضفت 4 من ال 8، فاضل عندك 4 بتحطهم على السنتر الاتوم اللي هو التو لون بيرز. اوكي، يبقى اول حاجه لويس اهو. What is the name of the electron؟ هنا بقى بسألك على النيم بتاع الالكترون دومين، مش المولوكولار جيومتري، اوكي؟ فده هتعد هنا، اوكي؟ 1 2 3، كام الالكترون دومين؟ 3. يبقى اللي هو ايه؟ اللي هو التراي جونال بلانر. ليه؟ لأن أنت عندك 3 الكترون دومين جيومتري. هنا عد 1 2 3 4، يبقى ده اللي هو ايه عندك؟ يبقى اللي هو التترا هيدرال، تترا هيدرال، لان الالكترون دومين جيومتري 4. طب إيه؟ انا بقى بسالك على المولكولار جيومتري، شايف؟ عشان بس تبقى عارف هنا هنا بس ده اللي هو البيرنت نيم اللي قدامك ده، انما الشكل الحقيقي اما يكون عندك ده اللي هو شكل البنت، شكل الانثناء، اوكي، بنت مولكول. الميه برضه نفس الكلام، هي البنت منثني زي ما حضرتك شايف كده، اوكي. Is the molecule polar or non polar؟
من الشكل كده نتيجة اللي هو اللون بير اللي عند حضرتك ده، فالمركب هنا ايه؟ بولر، والمركب هنا ايه؟ بولر. شايفين يا شباب؟ اوكي، ما تطرقناش للسؤال ده، فانا اصريت ان انا ايه اجي بولر. Describe اوكي the meaning of the degenerate energy levels. اوكي، the degenerate energy levels are the levels of or with the same energy. With the same energy. اوكي، for example لما تيجي yeah, the degenerate energy level, the energy of the same energy. اوكي، more than one energy level have the same energy. اوكي. For example مثلا لما تيجي في الوان هيدروجين في الوان الكترون سيستم زي الهيدروجين، اوكي، لما تيجي المستوى الثاني التو السكند شيل او اللي هو برنسبل كوانتم نمبر 2، عندك تو سب شيل 2s وال2b. في الوان الكترون سيستم هذه السب ليفلز ار ديجنريت، ليهم نفس الطاقه. اوكي، الثلاثه اوربيتالز دول are degenerate. معايا يا شباب؟ and so on. and so on. اوكي، هنا بسالك، جبت لك مركب، انا سالتك السؤال ده بس ما جبتلكش نفس المركب. بقول لك احسب الباي بوندز في المركب ده. على طول وانت مغمض، السنجل بوند سيجما بوند. المالتيبل بوندز واحده فيهم سيجما والباقي باي. هنا عندك روابط عديده، كم واحده هي؟ ما فيش غيرها اللي قدامك دي. ثنائيه ولا ثلاثيه؟ ثنائيه. يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ايه؟ واحده سيجما واحده باي، فالاجابه هنا ايه؟ واحد باي، واحده باي فقط لا غير. ممكن استبدل دي بالسيجما، تعد السيجما بقى تعد كتير، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ده لو السيجما. السؤال اللي فوق اللي قدامك بتاع اللي هو ايه؟ الان او 2، ده لويس ستراكشر لي باي ذا واي. اوكي، هنا بسالك على السيجما بونز، انت عندك هنا مالتيبل بونز، اوكي، رابطه ثلاثيه واحده فيهم سيجما والاثنين باي، فالاجابه الصحيحه هنا برضو دي. لو استبدلت السيجما دي باي يبقى عندك هنا الاجابه كام؟ 2. شايفين يا شباب؟ اوكي، which one of the following molecule has the strongest land and dispersion force. طالما بسالك على لونج ديسبيرشن فورس يبقى اكيد هجيب لك مركبات نون بولر بتعتمد فقط على المولوكولار ويت، طالما سالتك على اللندن. اوكي، فعندك دول في نفس المجموعه، الفلورين في الاول وبعد كده الكلورين وبعد كده البرومين وبعد كده الايودين، وانت ماشي من اب للداون السايز بيزيد، فالالكترونات بتزيد، فاللندن فورس هنا طبعا الدبل اللي هي الهومو داي اتوميك او الجازس يعني ده اتومك مولكولز منها اي 2 بي ار 2 سي ال 2، فالسايز هنا اكبر من هنا اكبر من هنا، فالمولكولر ويت هنا اكبر من هنا اكبر من هنا، يبقى لندن فورس هنا بتاع الايودين اكبر ايه؟ اكبر حاجه. بسالك سترونجست يبقى الاجابه سي، ممكن استبدل سترونجست بجريتست يبقى الاجابه زي ما هي، ممكن اقول لك الويكست اللي هي الاضعف فهتروح لايه؟ للفلوري. معايا يا شباب؟ اوكي، قانون بويل بيدرس العلاقة ما بين الفوليوم والبريشر، العلاقة عكسية، تو بارامترز اللي هم ايه؟ البريشر والفوليوم. ممكن استبدل بويلز بشارل، شارل يبقى الفوليوم مع التمبريتشر. ممكن استبدل بويلز بافوجادروز، افوجادروز يبقى ايه؟ الفوليوم مع النمبر اوف مول. اوكي، خليك شاطر وعارف الامور ماشية ازاي. ده السؤال بقى اللي بقول لك عليه، ممكن اجيب لك عبارة كده ايه؟ جملة خبرية في الأول، consider the following problem، وأسألك عليها كم سؤال من واحد، ده سؤالين، 1 و62. بقول لك fix temperature، temperature ثابتة، أوكي؟ البريشر يبقى الـ P1 زاد من 1 لكام؟ لـ P2، أوكي؟ والـ initial volume كان V1، والـ final volume كام؟ الـ V2 مجهول. القانون اللي هو قانون بويلز اللي هو P1 V1 equals P2 V2. هنا بقول لك which one of the following formula can be used to describe، حتى بسألك عن الفورمولا كمان اللي هي قدامك، انا ما اعرفش انه اسألك عن الفورمولا. اوكي، يبقى P1
V2 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 V1 غلط. ده V1 V2 غلط. V1 V2 V1 V2 غلط. الإجابة الصح زي ما قلت لك V1 V1 لأن أصلا الفوليوم بيتناسب عكسيا مع البريشر. حاصل الـ V في الـ V بيساوي كونستانت يبقى P1 V1 يساوي P2 V2 يساوي كونستانت لحد PN VN. أوكي؟ فالإجابة الصحيحة هنا إيه؟ خد بالك من شكل القوانين. Using the formula السؤال الثاني اللي هي قدامك دي، هتحسب الحاجة المجهولة. احسب الفاينل فوليوم. هذا عندك الأولين اللي هم فين الـ P1 2 في 50 ب 100 يبقى 100 على 20 يديك كام؟ 4. سوري 100 على 20 فيها 5، آسف مش 4. 100 على 20 فيها 5 إيه؟ يبقى الإجابة إيه؟ سي. طب العلاقة عكسية. أنت الفوليوم هنا البريشر هنا زاد. يبقى المفروض الحجم إيه؟ يقل. يبقى فعلاً 50 قلت لخمسة. كلام مظبوط. شوف أوكي ده سؤال تاني بجيب لك أقول لك consider the following reaction وأجيب لك عليه كام سؤال فما تتخضش. عشان أفكر في الميد ترم عملت حاجة زي كده واتخضيته. وجيتي وعاتبتوني بعد كده بس هي الدنيا كويت سيمبل. اوكي بقول لك كالسيوم كربايد بتفاعل مع الميه عشان يديك الكالسيوم هيدروكسيد والاسيتيلين مديك عدد دي معادله موزونه استخدم الاستوكيومتري هنا ومديك عدد من الجرامات من الكالسيوم كربايد اوكي علشان يديك الاسيتيلين جاز اللي قدامك ده ومديك درجه الحراره هي التمبريتشر بس لازم تكون بالكلفن لو هعوض في الجاز ومديك البريشر بتاع اللي طالع ده. حل بقى الاسئله من 63 ل 67 اللي هم كام؟ 63 و 64 و 65 خمس اسئله. هاو ميني مولز اول حاجه هاو ميني مولز اوف كالسيوم كربايد يبقى بسالك على السوكيومتري يبقى لازم تحول دي لعدد المولات اقسمها على المولوكولار ويت بتاع الكالسيوم كربايد وعندك واحد مول من هنا بيديك واحد مول من هنا. القيمه اللي هتحسبها هي هياها لان واحد مول مع واحد مول. تمام يا شباب؟ يبقى 7 من 10 جرام اما تقسمه على كام بعد عندك الكالسيوم 40 و 24 يبقى 64 64 لما تقسم 7 من 10 على 64 خلينا احسبها لك بالمره اوكي 7 من 10 7 5 2 على كام قلت لحضرتك اللي هي 64 بتساوي كام يا ربي 11 هو قربها اللي قدامك دي 11 من 1000 او فالاجابه هنا ايه تي بيز اون ذا اباف كيميكال ايكويشن واحد مول من الكالسيوم كاربايد ويل جيف هاو ميني مولز من الـ من الـ من الـ مع اوكي مع هي ما فيش مشكله على حسب المعادله الموزونه لو خدت واحد مول من هنا بيديك كام مول بيديك واحد مول شوف السؤال سهل ازاي Okay, how many moles of is produced in this in the chemical reaction? السؤال ده غريب ما هو متكرر ما انا حاسبه فوق هنا ولا انتوا مش معايا يا شباب ما هو انت حسبت how many moles هنا من الكالسيوم كاربيت are in that reaction فانت جبت ده على ايه؟ على المولوكولار ويت، اوكي هناك بيحسبها للتاني، طب ما واحد مول مع واحد مول هيديك نفس الكلام وانت مغمض. حتى الاجابات كلها دي كده يبقى اكيد ال 66 دي برضه. Which one of the following is ideal gas equation؟ تصدقوا ان هو فعلا والله بي في في بتساوي ان ار تي. والله اوكي حتى الواحد بيسهل عليك الامور ماشيه ازاي. تمام؟ اخر سؤال اللي هو رقم كام 67 احنا ماشيين لغايه كام اوكي 67 في ده what is the volume in liters اوكي هنا بسالك عن الفوليوم باللتر بتستخدم القانون اللي فوق ده عندك البريشر اللي مديه لك اوكي والنمبر اوف مول انت جبته اللي هو بيساوي ده اهو ادي النمبر اوف مول والار 0.082 والتمبريتشر مديها لك بكام؟ ب 5 23 و 273 يبقى كام؟ 296 كلفن والبريشر انا مديهولك اصلا اللي هو كام؟
986 اتموسفير، البريشر 0.986، والادي ال ار 0.082، تقدر تجيب الفوليوم بكل بساطه زي ما يطلع عندك. اوكي، بهذا السؤال يعني انا اصريت ان انا مع نفسي ان انا اعمل لكم مراجعه اراجع فيها الاسئله اللي هي بتعتمد على بعضيها دي بالشكل اللي قدام حضرتك، والاسئله اللي ما تطرقناش ليها. والحمد لله يعني كده ان شاء الله I think باذن الله ان شاء الله if you follow my rules and if you watch my videos ان شاء الله you will end up with the full mark ان شاء الله in general chemistry 1. تحياتي، واي حد محتاج اي حاجه just okay contact me, just write a comment or contact me through the mail ان شاء الله I will reply you on time باذن الله. مع ارق تحياتي وامنياتي بالتوفيق دائما ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله يا شباب، في رعايه الله، مع السلامه.